حقيقة أغلب شوارع بغداد الآن فائضة من المياه زين. للأسف الشديد. يعني لم تحدث أي يعني إصلاحات حقيقية أو يعني ما يسمى بمشاريع إنجاز بنى تحتية لقضية موضوع المجاري، لقضية تسريب المياه بشكل صحيح. هذه كلها لا مو لا، الأسباب. أنا قالت بغداد ما تغرق بعد. لا لا، هذا الكلام إعلامي دبلوماسي، أنا ما أتحدث إلا واقع الحال. إحنا ليش يعني زين، نحكي شكل والشارع مو أنتم يتحدث تتحدثون عن شكل؟ منجز وعن مكاسب يعني إذا وعن نتحدث خدمات، عن حكومة السيد السوداني، لا هي سمعت حكومة حتى عن جانب الخدمي نتحدث. الجانب الخدمي يخص أمانة بغداد بالتالي. إي الآن السيد بغداد من السوداني يتابعها أمانة عمل بغداد؟ على رئيس على وزراء. تقاطعات مجسرات الآن، مخارج مداخل بغداد، أيضا هنالك توسيع في الشوارع زين. لحل أزمة العجلات ليس البنى التحتية. هسه لا ماكو يزال. تقصير، هسه مو موضوعنا، بس أي ماكو تقصير. نعم، أكو تقصير أكيد أكيد هذا هنالك. خلل بالخدمة. هسه هذا طبعا